السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا. في بداية برنامجنا خلنا نذكر لكم قصة دخول تلفزيون للبحرين. فمن شارع التجار وهو قرب باب البحرين بالعاصمة المنامة، ومن المكان اللي بيظهر قدامكم بالفيديو بعد لحظات، انطلقت شرارة التلفزيون في البحرين يوم كان علي وهو ابن تاجر الوجيه يوسف بن عبد الرحمن فخرو في طريقه إلى مكتبه في سوق المنامة القديم عام 1952 للميلاد، لاحظ وجود أريل، وهذه الأريل كان مثبت فوق سطح أحد المنازل. قام علي وطق الباب واستفسر من صاحب هذا البيت، وكان أمريكي الجنسية، وعرف أن هذه الأريل دوره يلتقط بث تلفزيوني من قاعدة الظهران. فقرر علي من ذيك اللحظة استيراد تلفزيونين بدون ما يهتم بكلام الناس، وكانوا الناس يعتقدون في ذاك الوقت أن التلفزيون وهو سحر وهو راح يدخل السحر في الديرة. وبكذي دخلت أجهزة التلفزيون البحرين وسط تعجب الناس اللي راحوا يتجمهرون قدام الدكان، دكان محمد فخرو وإخوانه، علشان يشوفون الصور والمشاهد المتحركة. وبعد 21 عام صارت النقلة الثانية، يوم دخل بيوت البحرينيين بث تلفزيون البحرين الملون. وعلى مدى 50 عام شهد فيها التلفزيون عدة محطات ووثق أحداث وساهم في ترفيه وإسعاد الناس. تعالوا معنا مشاهدينا في هذه الدقائق القصيرة ناخذكم في رحلة قصيرة نستعرض فيها محطات متنوعة من هذه المسيرة من ذاكرة التلفزيون. فقرتنا الأولى في هذا البرنامج هي أول حلقات برنامج الناس والصيف، وهو من تقديم الممثلة القديرة لطيفة مجرن وعيسى عبد الله، وهو بالمناسبة أول مراقب للبرامج التلفزيونية. وفي أول اللقاءات الخارجية بالبرنامج تفاجأت مذيعتنا وهي لطيفة مجرن بردود ضيفتها اللي كانت صريحة ومفاجئة في نفس الوقت، فكان هذا اللقاء الطريف. شوف معك. وعادة ما تتكرر نغمة حلاوة الماضي رغم مصاعبه ومشاقه، ولكن يبدو أن لقائنا الأول رايح يغير بعض المفاهيم. إحنا الحين في بيت من البيوت الأول في المحرق، ومعانا مرة من النسوان الأول. شلونك حجية؟ الله يسلمك خير. بغينا الحين نسألك عن الصيف الأول، شلون تقضون الصيف؟ الصيف مو حر وجمومل وحرور وعطش، ما عندنا موي. المرة اللي ولدت يعطونا بالفنيول الموي. اي، وتقعدون في بيوتكم لو تروحون يعني؟ مو مش موي. المحرق يقعدون في بيوتهم؟ في بيوتهم يروحون، في بيوتهم يعني يروحون. يعني ما عندكم مكان غير؟ لا لا لا، نروح بلا القيض نقيض في القضيبية. القضيبية؟ وفي عرود. اي، في عرود والقضيبية. شلون بيوتكم؟ مثلا الحين يعني حصى ولا؟ لا، عرش عرش يريد خوص خوص كله خوص. والماي شلون تسبحون؟ الماي نسبح في البحر ينسبح يمنا. عرود نروح لعيون. لعيون؟ في وين العيون؟ العيون عرود. ما تروح عيون؟ عين الخضرة. اي. عين البيم. الطبع انه عرود متروس يعني العيون نسبح فيه. والماي اللي تشربونه يعني شلون؟ عندكم صناديق مثل الحين؟ لا، عندنا كرم شر الحول. اي، تحطون في الماي اخشوف. اي، تحطون في الماي والغروش على خيوف. اي، نبردهم فركم بردهم، ما عندنا شيء. زين، وشلون الكهرباء؟ كهرباء من الكهرباء؟ ما عندكم يطلعون عرش وكذي؟ ما عندكم؟ لا لا لا، ما عندنا كهرباء. تموتون من الحر؟ في نوره، في نوره. اي، في نورة. في نورة في الليل عشان نمشيشهم العصر، مردهم في الليل. اي، ما عندنا شيء، عشان عندنا حالتنا لله الاول. والمرض يدزونها بالزولية، يشيلون مكلوته عليها صراويل وعليها ثياب مكلوته، يدزونها بالزولية. ما يشوف اي وريشه معتازه اللي بيشوف اي. اي، زين. والصيف يعني شلون في وقته وفراغكم مثلا؟ عندكم شيء تسوونه؟ نعمل فلول. في وقت يعني ما عندكم مثلا تروحون مرادون بلاشم ولا بلا؟ روح مرادون بلا، مرادي بلا على انه مش وقته. ايه، مرادي بيذكر لولي في حوضتهم. زين، وشلون يعني رايك انت اول احسن لو الحين الصيف شلون يعني اول احسن؟ الحين لو الحين احسن اميت نوبه. ايه، شلون يعني احسن؟ ايش في يعني احسن؟ احسن بروده، احسن اكل، احسن كل شيء. الاول ياكل منشوس وعوم وعنافيز. ايه، اكلهم كثيف. الأول الحين بعد مثل الأول، مثل الأول. وخبز ماميش الأول، وأكل ماميش سنة اللي حارب يودوا علينا الأكل كلش، وعيش ماميش. أي، يعني مثلا شلون يعني تاكلون الأول؟ أول عيش ما تاكلون هلا شيء ذا؟ ياكل يريش، كله يريش. يريش وذرة. أي،
نقدر نطحنه ونسويه. اي مبلا. والكباب نخي عتيج من لي فير. اي. يبا احمد ولدي. مبلا. من لي فير نسويه. اي. نسوي كباب نتريق به. اي. على بيضه عشان احنا عنده بيضه. الا ما فيش. تبي نحن مستونسي. والله بند دقيقه كهرباء. بند نقول وي يوي. بندت علينا الكهرباء. الحين الاول موت الدم مثل ما الحرارة واليوه كله ما تصبط ينبس بيض. زين وتسبحون شلون يا عن؟ شن تسبح؟ عندكم ماي وبحر وشن تسبحون؟ نروح البحر يروحون البحر تسبحون. بس تمون بمايكم المالح؟ اي. ونغسل عيشنا كله ببحر، نسوي يفرة في القضيبية. عندكم ماي يعني كلش حلو؟ نسوي يفرة في القضيبية. اي. ونغسل ثيابنا منها ونغسل العيش منها والماي. اي. وكان داري يبون لنا كان يودي يرمون. بلى، يجيب لكم الماي للبيت. اي يبون كان يودي في حالة. من بداية بث تلفزيون البحرين حرص على أبراز الفنانين البحرينيين وتوثيق تجاربهم ومسيرتهم الفنية، وفي هذا اللقاء ببرنامج مشواره من إنتاج 1980 ومن إعداد وتقديم الأستاذ عبد الوهاب عطا وإخراج عبد الرحمن رميحي، البرنامج كشف التجربة الفنية للحجي ابن الحجي وأحمد بن أحمد، الفنان جاسم بن أحمد خلف وصالح بن حسن الصايغ الله يرحمه. البرنامج ساهم ووثق لنا أيضاً معالم بوابة وزارة الإعلام وتلفزيون البحرين في تلك الحقبة. سيدتي سادتي مساء الخير، نحن الآن في انتظار ضيوف مشوار الليلة، وضيفنا الليلة ثنائي ساهم في الحركة المسرحية في البحرين واختار منها الطريق الصعب. هذا الثنائي هو حجي بن حجي وأحمد بن أحمد. عدتنا يا أخويك الدور 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 بالسيارة عدتنا ما صارت هذه. مو الله يسلمك احنا وقفنا السيارة منك قلنا قال لي السيارة مو هالصوب روح ذاك الصوب. زين وقفنا السيارة منك هذا احنا جينا هذا احنا هذا الإعلام كله هني. لك أنا 100 مرة نبغى مبنى التلفزيون. هذا احنا في التلفزيون لا بس خلينا ندور الطريقنا على العدل لا خلينا نسأل انت ما تخلي واحد يتحجى ولا شيء تخربل انا وياك. وش تقول انت بتصير لي ايش كل دليل الغراب لان هذا التلفزيون اللي احنا فيه انا الله يسلمك سماح قالوا الاذاعه والتلفزيون والمطبعه كلهم جميع الحين وبعد مكتب الوزير بعد هني قالوا زين لكن انت شلون توديني صوب البوليس؟ ما وش انزل البوليس موجود في كل مكان لا انا ما ابى اروح من البوابه الا منك تحت هالبوليس ما اروح منك حالي الله احنا نبى نسايلهم قبل ما ندش رجاجي اللي حارسونا هناك قال عندهم برنامج انا بجي للتلفزيون اروح اسايل البوليسي ما لي شغل انا ويا البوليس مو نسال عن الطريق احنا خوش لنا شغل ويا انت بس كلك خايف من البوليسي والاخير شوف انت الحين تصير على راي وياي انا اروح من هالباب بتجي يا اهلا وسهلا ما بدي يا اترك تولي واروح عنه شوف احنا الحين ندش جميع احنا بنروح من هذا الطريق ايه ان هل نحصله بنسال ان جودونا جودونا ايه؟ ما جودونا اتكلنا على الله ورحنا ان جودونا نقول رايحين للتلفزيون خدنا علينا لا بس هذا الكلام عايز اعرف منكم ازاي بداتم مع شخصيه حجي بن حجي واحمد بن احمد ازاي بداتوا هذه الشخصيه لا يخفى عليك احنا كنا نمثل من زمان استاذ من الخمسينات لكن ده الاسم عطانا يا الأستاذ سلمان الدلال وعلى ما أذكر في سنة 1962 كنا نمثل تمثيلية اسمها راح يكحلها وعماها فهو أدنى جفران فكتب على الجفير مالي أنا الحجي بن الحجي بن الحجي وكتب على جفير الآخ أحمد بن أحمد بن أحمد وقال هذه أساميكم الفنية ومن يومها ومن يومها إلى هذا يومك هذا اسمنا الفني أي نعم رغم حداثة التجربة حزتها حرص تلفزيون البحرين من بداياته على تنويع برامجه وإرضاء جميع الأذواق وفي هذه الحلقة من برنامج مجلس شعراء النبض وهو من إعداد وتقديم عبدالله الحادي ومن إخراج جاسم جابر شهدت الحلقة بدايات ظهور الشاعر الشاب والصاعد عبد الله بن خلف
الدوسري. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مجلس شعراء النبط. مساكم الله بالخير يا جماعة الخير. يقول عبد الله بن ربيعة، يقول خذ ما ترى وخل عنك التماني يا قلبي يلي عن الرشد شاطون، من قصائد عبد الله بن ربيعة الشاعر المعروف. وانتقل من يوسف بن فارس الدوسري بالزلاق إلى هم الزلاق، عندنا عبد الله بن خلف الدوسري، عندك قصيدة بعد زينة نسمعها. والله سلام الله، عندي أبيات غزل. أبيات في الغزل العفية، ولهم قصيرة شوية لكن ما عليها. أبيات في الغزل. إيه نعم. نعم نسمع. يوم الربع كله ويا الغزل ما يندر. لا طال عمرك، بس هذه في الغزل العفية. توكل على الله. هذه نبي هو الغزل العفية. سلام الله، يقول سلموا لي على اللي منه القلب ما نال. كلمة تهون علي المصيبة. المصيبة. مصيبة خلفت بالقلب زلزال، وغدا منها يتزايد لهيبة. نجم بالسما يا أخوي كيف ينطال، وخل خان العهد ويش أسوي به. يا أخوي وصل لذي بالقلب نزال، عسى صوتي من بعد الشقا يجيبه. لأقبل الليل دار صوبه البال، وعلقت بالروح جروح عطيبة. من بعدها الله يرحم الحال، ما ظنيتي نوم الهنا تنيبه. خوفي من بعدها الفكر يهتال، واصبح كما المعلول ما يلقى طبيبه. بيني وبينه دروب أطوال، مسافة بالقلب ما هي جريبة. أنا أشهد أن في المحبين يا زين أشكال، إبعاد وهجر وعادات غريبة. قسمتي غديت للهم حمال، هذه حصة القلب وهذا نصيبه. سلامتكم. مع اتجاه تلفزيون البحرين لإنتاج المسلسلات العربية لتكوين قاعدة درامية صحيحة وتأهيل الكوادر المحلية، ومع تقاطر الممثلين العرب للبلاد، حرص تلفزيون البحرين لاستضافة النجوم في برامج المحلية. وفي هذه الحلقة من برنامج مشوار، وهو من إنتاج عام 1980، من إعداد وتقديم الأستاذ عبد الوهاب عطا، وإخراج جاسم جابر. استضاف البرنامج الممثلة المصرية المخضرمة نبيلة السيد، وكشف البرنامج عن قصة دخولها عالم الفن، والعبارة الشهيرة اللي افتحت لها أبواب السينما والشهرة. سيدتي وسادتي، مساء الخير. مشوار الليلة حنقضيه مع الفنانة التي تعطي لدور بنت البلد طعم ونكهة خاصة محببة لنا جميعا. مشوار الليلة حنقضيه مع بنت حي عبدين في القاهرة، الفنانة السيدة نبيلة السيد. مرحبا بك يا مدام نبيلة، وأهلا بك في البحرين وتلفزيون البحرين. أهلا بك. قولي لي مدام نبيلة، ليه كنت بتنتظري وراء الكواليس في مسرح الريحاني؟ أصل أول ما اتخرجت من معهد التمثيل ما كانش فيه فرص زي دلوقتي، يعني ما كانش فيه تلفزيون، وفرص السينما كانت قليلة قوي، ولازم الواحد كان يثبت وجوده الأول. فأنا كنت بعشق المسرح، وخصوصا المسرح الكوميدي. أي. فلما رحت بعد ما خلصت معهد احتجت إن أنا أحتك بالمسرح وبحبه، فكانت فرص المعهد يعني دور الواحد يفضل يتدرب عليه طول السنة، فانا كنت محتاجه فعلا ان انا اشتغل مسرح. وانا في المدرسه كان ليا تلميذه قاعده جنبي، والدها كان بيشتغل في السينما. فطفله وزنت عليه وبيصوروا فيلم كان غزل البنات، ففي فصل في بنات، كنت انا حوالي في ثانيه ابتدائي تقريبا. 8 9 سنين. فقالت لي انا راح اتفرج على الاستوديو وهشتغل في الفيلم وهقعد مع التلامذه وبتاع يصورونا ونطلع في السينما وبتاع، تيجي معايا؟ قلت لها يا جماعه بس ازاي، اقول لهم ايه؟ قالت لي قولي لهم انك رايحه المدرسه وتعالي نروح، دول عايزيننا يصورونا بالمرايل بتاعتنا، كان في زي كده بنلبسه. فرحت، قالوا مين يعرف يتكلم، هي اللي واخداني
رفعتش صباحها عشان تقول اعرف، فانا قلت اعرف اتكلم. فادوني يعني جرأة. عندك من صورك جرأة يعني. فقلت لهم انا اعرف اتكلم. قالوا لي طب هتقولي ويا لوك ويا لوك ويا لوك. فوقفت اقول ويا لوك ويا لوك. كان اول مره اشوف الريحاني وانور وجدي وليلى مراد. انت اللي بتقولي ويا لوك ويا لوك ويا لوك في غزل البنات؟ ايوه. الفصل مع الريحاني. ايوه. كملي. من بدايته أيضا ما غفل تلفزيون البحرين عن دور الشباب وتنمية مواهبهم، وحرص بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إنتاج برامج شبابية لإدماجهم واستغلال أوقات فراغهم، وبرنامج ليالي الأندية هو واحد من البرامج في هذا المجال، وهو من تقديم عبد الجليل الطريف وأخراج جاسم جابر. خلينا نشوف وياكم لقطات من هذا البرنامج. أيها الإخوة والأخوات الكرام، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة أخرى من حلقات البرنامج الأسبوعي الرمضاني سهرة مع الأندية. ناديا حلقة هذه الليلة هما نادي الدي ونادي توبلي. على الله يبقى على الله. لا انا مو فخير، انا حسون ابو قاري وكل الفريق يعرفني. انا من عيال حسون حسون مينون مينون وعندنا عريس. شوف يا حسون ابو قاري، هناك في اول الشارع في واحد يسال عنك، يقول ما شفته حسون ابو قاري، انا عندي فلوس له. اسمك اول؟ عبد الشهيد احمد 76. الاخ يقول 1976 والاخ يقول 1977، اي واحد اصح؟ الاخ هذا هو الاصح، 1976. فرصه ثانيه. اي تفضل. نتمنى ان تكون فقراتنا قد حازت على اعجابكم. الى اللقاء ومع السلامه.